وللتعليق على تظاهرات المحاضرين المجانيين في العديد من المحافظات والأسباب وراء استمرار أزمتهم، معنا من عمان السيد عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم ومشاهديكم الكرام. بداية أستاذ عبد القادر، ماذا يعني تصعيد المحاضرين المجانيين لاحتجاجاتهم أمام مديريات التربية في العديد من المحافظات؟ بدءا المحاضرون العراقيون يتعرضون إلى استهداف ممنهج من قبل الأحزاب الفاسدة التي تحكم العراق على وجه الخصوص، وبالتالي ما يجري الآن هو استكمال لتدمير التعليم في العراق، لأنه كما معلوم تماما أنه كل عام يحتاج إلى عملية تجديد وإضافة معلمين ومدرسين وكوادر تدريسية إلى المسيرة التعليمية من أجل رقيها، ومعلوم تماما أنه على مستوى 18 عاما لا زال العلم في العراق والعملية التعليمية إلى انحدار كبير مما شهدنا إلى عمليات وجود الأمية وغيرها. حقيقة هؤلاء المحاضرون لهم فضل كبير بأنهم شمروا عن سواعدهم من خلال النخوة والمروءة والموقف النبيل لوطنهم في عملية تعليم أبناء العراق بالمجان، وهذا حقيقة يذكر لهم وهو فضل كبير أقدموا عليه، لأنه إيثار على أنفسهم من أجل استمرار التعليم، وهكذا هو العراقي يضحي من أجل وطنه ومن أجل أبناء شعبه. فعلى هذا الأساس حقيقة فإن عملية تظاهراتهم ومطالباتهم هي حقة وهي واجب وطني ينبغي أن ينفذ لهم، وينبغي أن يكون لهم دعما واضحا بطريقة واضحة، لأنه حقهم وحق أيضا المؤسسة التعليمية بأن يضاف إليها أعداد. ومن هنا حقيقة أنا أدعو أبناء الطلبة الذين تم تدريسهم وذويهم من الأهالي أن يساندوا هؤلاء الذين وقفوا معهم وأن يخرجوا معهم بتظاهرات فاعلة من أجل مساعدتهم ومساندتهم من أجل رد الجميل الذي هم أبدوه. نعم. من خلال ولا سيما أستاذ عبد القادر، أن بعض المحاضرين أكدوا وجود قرار حكومي بتثبيتهم، ولكن ما الذي يمنع مديريات التربية من استصدار أمر تعيين على الملاك الدائم؟ مديريات التربية تقودها أحزاب فاسدة، وهذه الأحزاب هي أس المشكلة. هؤلاء هذه مديريات التربية فشلت في المسيرة التعليمية في العراق، وبالتالي أصبح التعليم في العراق مستهدف من أجل إشاعة الأمية وتدمير هذا البلد، لأنه كما معلوم تماما أن البلدان تنهض بالعلم، وما يجري الآن في العراق هو انحدار كبير. من مسؤول عن هذا الانحدار؟ أليس مديريات التربية مسؤولية مباشرة عن هذا الانحدار في كل هذه المحافظات، لأنها هي من تقود على واقع الميدان إدارة وقيادة المؤسسة التعليمية؟ لذلك مبدأ المحاصصة الحزبية على تولي إدارة هذه المؤسسات جاء من خلال أناس لا يفهمون في التعليم، إنما جرى توزيعهم من أجل المكاسب المالية. كما تعلم أن هناك مخصصات مالية كبيرة للتعليم من خلال القرطاسية ومن خلال صيانة المدارس وغيرها، بالتالي يجري عملية الاستحواذ عليها لصالح هذه الأحزاب من خلال المدراء الذي يجري تنصيبهم التابعين لتلك الأحزاب. نعم. فلذلك مديريات التربية فاشلة، إداراتها ما أقصد فاشلة، وهي بسبب تسلط الأحزاب عليها. طيب. ثم أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التربية سيد تقودها الحكومة. سيد عبد القادر، أزمة المحاضرين المجانيين إلى أي مدى تكشف مدى تأزم الوضع المالي للعراق؟ الموازنة لم تتضمن سوى 1150 درجة وظيفية، هل يعقل ذلك في دولة كبيرة بحجم العراق؟ هل المشكلة مشكلة موازنات أم هي أزمة أولويات للحكومة؟ لا، بالتأكيد الموازنة فيها مبلغ كبير مالي، نتكلم عن 100 مليار دولار، نتكلم عن بنود من الاتفاقية لا قيمة لها سوى أنها تصف في مصلحة الأحزاب السياسية الحاكمة والسلطات الحاكمة. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى الفقرات المضافة إلى الموازنة بكل أريحية ترى
أن كل فقرة للحزب الفلاني واضحة تماما، لذلك لا علاقة بالموازنة المالية ولا علاقة حتى بالانهيار الاقتصادي الموجود في العراق الذي تتسببه السياسات الفاشلة للحكومة. القضية هو استهداف للتعليم في العراق بطريقة ممنهجة، وهذا الاستهداف يقضي على أن أولويات هذه السلطات الحكومية وأحزابها ليس من التعليم. طيب يعني هذا ياخذنا من الماء استاذ عبد القادر، ياخذنا للسؤال التالي: انعكاسات هذا الاستهداف والاهمال الحكومي لقطاع التربية والتعليم في البلاد، انعكاسه على جودة التعليم التي هي في حالة تدهور مستمر كما تفضلت في الإجابات السابقة، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن تطوير كفاءات وتطوير العملية التعليمية في ظل إهمال حكومي بهذا الشكل؟ إذا ما أخذنا المبدأ القياسي للمسيرة التعليمية في العراق، ترى أنه في كل عام يجري عملية انحدار كبيرة للتعليم، وإذا ما نظرنا إلى تفشي الأمية والطلاب الصغار الذين يتركون مقاعد الدراسة وعدم وجود المدارس، ولا زالت المدارس الطينية هي التي تتسير، يعني نتكلم عن أكثر من 1300 مدرسة طينية في العراق، نتكلم حقيقة عن الدوام المزدوج، حتى المدارس الموجودة حاليا هي عبارة عن دوامات مزدوجة تصل إلى 3 دوامات في اليوم الواحد، على كثافة الطلاب داخل الصفوف، هذه حقيقة كلها حقيقة تلقي بظلالها على المسيرة التعليمية من حيث السلبية ومن حيث الانحدار. نعم. نحن اليوم لا نتكلم عن الجودة مطلقا، نتكلم عن أن في العراق لا يوجد تعليم، يعني اليوم لا نتكلم بالمطلق عن ما يجري من جودة وتطوير وأمور أخرى ترتقي فيها القضية التعليمية، عن أساسيات عملية التعليمية، تدريب الكوادر التدريسية. كلها لا نتكلم عنها، نتكلم عن إيجاد مقاعد دراسية للطلاب وإيجاد مدرسين ومعلمين في المدارس. مع الأسف الشديد. شكرا لك سيد عبد القادر النايل، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من عمان.